يسأل عن صلاة الضحى شيخ صالح، كم عدد ركعاتها وعن وقتها؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، وقتها من ارتفاع الشمس بعد طلوعها إلى توسطها في كبد السماء قبل الزوال بقليل، كل هذا وقت صلاة الضحى، وكل ما تأخرت فهو أفضل. وأما عدد ركعاتها فأقل ركعاتها 2، وأكثر ركعاتها 8 ركعات و4 تسليمات. نعم، جزاكم الله خيرا.